في إحدى القرى شرقي العاصمة الجزائرية تظاهر مئات الشبان احتجاجا على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي ترشح إليها الرئيس المنتهي ولايته عبد العزيز بوتفليقة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي وما زال يعاني من آثارها. ويقول متظاهر: نحن لا نؤيد أحدا، لسنا مع بوتفليقة ولا مع المرشح بنفليس، لقد مللنا من هذا النظام، مللنا من كل شيء في الجزائر. وتقول أحزاب معارضة إن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 30%. أحد المتظاهرين وصف هذه الانتخابات بالمهزلة: الناس يرفضون هذه الانتخابات في كل الحالات لأنها مهزلة ونتيجتها معروفة مسبقا. ورغم عدم قدرة بوتفليقة على قيادة حملته الانتخابية، يقول مؤيدوه إنه قادر على الحكم. وكانت المعارضة تطالب بوتفليقة بأن يفي بوعوده بأن يسلم المشعل إلى جيل جديد من الزعماء ويحارب الفساد وينهض باقتصاد تكبله معوقات تعود إلى الحقبة الاشتراكية التي أعقبت استقلال الجزائر.